منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معي سيادة اللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق. بيشرفني بدخل حضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. قراءة حضرتك للمشهد يا فندم. أولا تحية لكل شهداء الوطن ودعاء لكل المصابين بالشفاء إن شاء الله. وطبعا يعني تعرف حضرتك أن مهزة الإرهاب ظاهرة عالمية، مش مصر بس اللي يعني مقصودة بهزة الإرهاب، كل الوطن العربي مهزوم عن الإرهاب مستهدفة بهذا الإرهاب. الحمد لله رب العالمين، نحن قواتنا المسلحة الباسلة ووزارة الداخلية العظيمة. سيادة اللواء أحمد زغلول، بس حضرتك تتحرك بالتليفون، الشبكة عند حضرتك في مشكلة. إذا كويس نصنع. فقواتنا المسلحة والشرطة المصرية الباسلة قدمت الكثير والكثير من الشهداء حتى الآن في جميع الحروب السابقة، والحمد لله رب العالمين. احنا النهارده بنقول لاولادنا ان قواتنا المسلحه الباسله دائما بتفقد ابنائها الشهداء، فالحمد لله رب العالمين قواتنا المسلحه دائما طارد هذه العناصر الغير مسؤوله الشاذه فكريا. وبالامس شفنا وزاره الداخليه قامت بعمل بطولي وتم القضاء على 18 اكثر من 18 عنصر ارهابي. فالحمد لله رب العالمين، احنا دائما خلف القياده السياسيه والقياده العسكريه، ونقول لكل ام واب فقد شهيد احنا كلنا ابنائك وكلنا اخواتك، كلنا يعني دائما بجانبك. هذا الشهيد ضحى بروحه وضحى بأغلى ما يملك عشان هذا الوطن يبقى، وشهداءنا إن شاء الله في الجنة والمجد لهم بإذن الله. إن شاء الله. حضرتك رئيس الحركة القومية لدعم مؤسسة الدولة، مع نشاط هذه المؤسسة، خاصة وإن نحن بنحارب الإرهاب في خط متوازي مع التنمية. فهنا إحنا مجموعة من الأصدقاء وشرفاء الوطن فكرنا إن إحنا نعمل حملة سميناها الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة. دي أحد أنشطة جمعية سفراء الوطن للتنمية والبناء، أحد الجمعيات التابعة لوزارة التضامن تحت الإشعار حاليا. أهدافها وشعارها التوعية، الانتماء، التنمية، وأهدافها الرئيسية تسليط الضوء على القدوة، استدعاء رموز المجتمع، ومحاولة إن احنا نخليهم على الساحة وأمام الشباب دائما. نحاول بقدر الإمكان إن احنا نقول لشبابنا إنهم لازم تكونوا رقم فاعل في عملية الإنتاج، لازم يكون لكم دور مهم جدا جدا في بناء هذا المجتمع، أنتم ذخيرة المستقبل. نقول لهم إن الدور الإيجابي للشباب هي اللي بتبني الأمم في هذه المرحلة، مطلوب تسامح بين الأمم. حاجات كتير جدا وضعناها وأهداف كتيرة الحمد لله بدأنا نتحرك فيها، بس لظروف اللي بتمر بها البلد من موضوع الفيروس كورونا بدأت الخطوط التحرك تبقى في مسار تاني، إن احنا نقف جنب أولادنا المتضررين وأهالينا المتضررة بسبب الظروف الحالية. وبدأنا الحمد لله رب العالمين نهتم في مجال توفير الأغذية وتوفير بعض المواد الخاصة بتطهير وتعقيم بعض الأماكن العامة والخاصة، فكان لنا دور مهم جدا على مدار الشهرين اللي فاتوا في المجال دوت. ومن منبر سيادتك بشكر كل الشرفاء اللي معانا في الحملة، مجموعة من رجال الأعمال والفنانين والمثقفين ودكاترة الجامعة ورؤساء الجامعات الحاليين والسابقين ووزراء سابقين ومحافظين سابقين وحاليين. فالحمد لله رب العالمين احنا كلنا يعني بنعزف لحن جميل لخدمة هذا الوطن العظيم بإذن الله تعالى يكون لنا دور خلال الفترة اللي جاية. واحنا ابتدينا نلمس دور حضرتك والمجموعة من الشرفاء اللي حضرتك بتقودهم في هذه الحملة.
ونتشرف بحضرتك قريب في لقاء في الاستوديو نتحدث باستفاضة. بشكر مداخلة حضرتك سيادة اللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق.